مع أنه في لوائح بالمعارضة بتوصل فيها نسب المشاركة النسائية للأربعين وخمسين وستين وحتى 80%، في 7 لوائح ما فيهم ولا مرشحة، ما بيشكلوا النساء إلا 22% من مرشحين المعارضة، مع أنهم لعبوا دور أساسي بانتفاضة 17 تشرين. والقصة منا بس بالأرقام، لأنه حتى لوائح النظام الذكوري فيها مشاركة نسائية مفرغة من معناها، والخوف أنه يكون عم بيصير نفس الشيء بلوائح المعارضة كمان. لحد هلأ الخطاب النسوي بمعظم حملات المعارضة خجول جداً، هيدا إذن وجد، علماً أنه معظم التحالفات والائتلافات طرحت عناوين عريضة من أول يوم: السيادة، القضاء المستقل، سلاح حزب الله، الاقتصاد المنتج، التنمية المحلية، العدالة الاجتماعية وغيرها. بالمقابل تقريباً ولا واحدة من هالتحالفات خصت بالذكر القضايا النسوية، ما اتطرقت للجنسية، للحضانة، التحرش، العنف المنزلي، العدالة الاقتصادية، القانون الموحد للأحوال الشخصية. بس أكيد ما فينا نشمل، والاستثناءات موجودة، مع أنه هيدي القضايا كلها كانت المحرك الأساسي لانتفاضة 17 تشرين يلي حاملين رايتها تحالفات المعارضة اليوم. بس شكل وقت الجد ترجع الأولويات. 17 تشرين كانت ثورة على هالأولويات يلي لطالما اعتبرت القضايا النسوية قضايا ثانوية. قضايا النساء منا الوحيدة اللي انرفعت بالانتفاضة واختفت وقت الانتخابات. استبعد الخطاب النسوي والتقدم من المعركة الانتخابية لاعتبارات سياسية، وبالتالي جردت المعركة الانتخابية من بعض معانيها وتحولت بعد مرة لمنافسة على السلطة. بركة لمرشحين المعارضة هالأمور بتجي بعدين، بس تقلع الحملة أو من بعد ما ينجحوا بالانتخابات. بس مثل كل مرة، إذا المرشح ما عنده الجرأة يطرح أفكار مختلفة بحملات انتخابية، هل رح يصير عنده الجرأة يطرح قوانين مختلفة بمجلس الرجال؟